كوسو دوادا برنامجكا محا عصب بندقن أما برنامج كن وامدا يجنع صتود وصيف ضد جنع سجود أو حيسي سنيان ما دام أو حيسيس كو جنع سجا مهم يهاي إسلام مركز سنة بشه بركة سنة رمضان وحيابي يقول طلق جلين هنا يبلش هذا كي يبيان أي هل كان كل هذا قدونان بلش هذا كله دوين بندقن أو أحمد كوبان قف كستو أركا أم بدأ وضع وح وكجب بجن كرا جنع سجا جا يوحي هذا هيسة عصب هذا وحان سوق اللي المرشان أو أقارا قيبها كل دوين يودك يدا هيا المرشان محا عصب هيا سيبي أدب ماستين أدب نيسو دوين ناو حا عصب عذر رضل أمي هينو وايت كريستوبال على عذر كان ورق أدو قدال داير بدخل نقن كرتا حاجة قدو قادة كرتا أما شعيل كاقبا كان هو الدمر وبلاي كريستوبال على هذا مكا أدب نيسو دوين شوشو كيو حني هاي نام حي تولي نوع بالله رجيو دمر بالله سي بي اس ورو هذا والمرشان او كنت على تياتر كا مقاله هرجيسه او قيبته غوينه وحانا هينا عدرد الاسبوع او قيبين كل دونا او دغو دمر هرت هينا ويدتكي اير فرشدي عدرد ديف كا كوي رغا كوي دمر كا دما نوعي كل دونا عدرد وحا كميد كو غو دنبيي او كميد هي عدر كان او ليرا 5 ورغ اه عدر كان وعدر عصوب وحانا غو تلا غلني معاميشيدي هره اي كو دنبوبه اني كا فايدستان ما دام شي بركيسنيد رمضان اي نو بلابنا ان شاء الله تعالى على كان سغنا على رغا اوربيتر بالي نحدا وعلى سغنا عدرده اد كان لو جكري هي شركه اجمل اي سو سارتو مركا كوبري كلا بدا كلا دوون بان هينا او ادوغا او كوبري كان لكن اي جنانو نحي اجمل اي نحدا عدر كان هو عدرده او قالسان ان هينو عمرو ور بالي نحدا وحوي عدر اي رغي دوما بود استعمال كران وحوي عدرده او وناغسن ان كو فانو شركه هان كان هو نوع كمدة إرفرشيدا نهينه أنا قلت لك اللي معامل شيء هذا نعيد ذلك الدوين سيد يوري باب بشهر رمضان إن شاء الله تعالى وقف في ديستان قرية اللي تكون يلا عرفيه حد واحد نخص قلنا هاي حويا قيبتنا تشوفتها مع قيبتي تياتركا وحن لين اللي هو برانش أوكله برانش كي يلا برشوا معر طبقة جران فلور كا قبل دبر كده دم بي يا قيب سوى نمك كفرني وافي ما وآه قيب سب الدوين أنا قلت لك اللي معامل شيء هذا دقين إيري ذا شكير ين واحد كده اللي كيف فايدستان إن شاء الله تعالى عدي أسوق قارك رين هالكنة بعدان إن شاء الله كأدد ما سنتين سي بي أدد نقول فرحسنا هاي إن نقول بعدان حرمت هذا جود المرشات waxaan soo galay xariir bishaaro oo ku taala qaybta hoose ee tiyaatarka maxaad haysaa xariiro soo dhawaada CBA waxa cusub ay noo haya dhamaan kriimadii allah misalla ala maxamed iskaraabadii looshinadii kriimadii facebook een allah misalla ala maxamed een dhamaan agabkii dumarka isticmaaleen saacadii baadadkii muraayadii dhamaan baad dumarku agabkii isticmaaleen sidoo kale waxayno haya agabkii ay isticmaaleen ragu haddii saacadii tahay haddii dhamaan waxayno haya agabkii soo dhawaada CBA een waa tahay warda hadda waxaynu ku suganahay tiyaatarka magaalada Hargeysa waa barnaamijkii maxaa cusub een bal intii aynu ku guda jirnay tiyaatarka waxyaabihii kugu cajaabsanaa ee meheradii aan soo marnay aad ku aragtay maxaan oran karnaa maxaa kow ka ah oo laba ka aadna haysa sidoo kale yani hee arwo meheradahan aan soo aragnay waxa kamid ah yani hee waa kuwa dhamaantood ba keenay waxyaabo cusub haba ugu horeeyso marjaan oo aan sheeginaba hadda ka soo baxnay marjaan waxay qaar u tahay amaba ay koobsatay qaybaha kala duwan ee udugyada in cadaradii ay keentay cadar waxa ku jiray qaaliya oo bulshada soo jiidashay cadaradaas markii aad gacanta ku qabatay waa adigii si fiican u eegay
بل عذر هذا قارك بيدمي كعجبية دمام بعد هذا سيكون أوران كروا لقيتي كرامها قارو ده أدق جود كسو تشيدني يوم وحتى عدوكم كوفين بعد دري مسد يعني قيمه ذي ها إن وحن أركي هذي كوا عذر هذا قارث قاب قاضي سو قارا أتكبه الشيء بقى الله يقولها قارا عادي كلا عادي كلا فتح عمرك وحلاقي يا بينا تلو أدق كسو نقطه أتكويا كيش طبعا إنفضل وحيابها كلا برنامج كم حاصل وصو ده كم بكو كا وحيابها كلا عدسلا ده هاي برنامج كم حاصل bulshadu way kaga dhayhan kartaa waxaad umaraynaysaa waxaan umaraynayaa in dhamaanba waxyaabaha cusub ee dadweynaha ay ugu tala galeen meheradaha ganacsatada in barnaamijkan ugu soo bandhigi doono dadweynaha warday barnaamijkan wuxuu khaas u noqon doonaa ganacsatada kala duwan haddii tahay meheradaha yaryar waxaan ku soo bandhigi doonaa amaba inuu bulshada la wadaagi doonaa waxyaabo cusub oo badan ay ka heli doonaan kuwaas oo ay ganacsatadu ugu tala gashay qaybaha kala duwan ee bulshada waynaanu tagi doonaa meherado badan oo aynu sidan ku soo booqanayba aynu ku adanbana u booqan doono ganacsatadu waxay heli doonaan fursad fiican oo uga qiimo jaban oo uga faa'iido badan siyaabihii ay u soo bandhigi jireen ganacsigooda barnaamijkan wuxuu faa'iido badan u leeyahay yani ganacsatada lacagta badan ay kaga bixi jireen waxay isiyeen ay barnaamijkan si fudud ugu sameyn doona xayeysiisyo kala duwan ama uu u sahli doona qaybaha kala duwan ee xayeysiisyada kuwaas oo dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan la wadaagayaan waxaan ogeysiinaynaa ganacsatadii waqtiga badan iyo qarashka badan kaga bixi jiray inay barnaamijkani ka faa'iideysan doonaan oo noqon doono mid uga faa'iido badan kuwii hore ee waqtiga badan ee qarashku ka bixi jiray ugu dambeyntii ganacsada waxaanu ku leenahay barnaamijka maxaa cusub waa barnaamijka aysi kaasi oo ku sahli doona inuu si fudud kugu xayeysiyo qaybaha kala duwan ee ganacsigaaga kaasi oo hore uu kaaga bixi jiray qarash aad u badan balse barnaamijkani uu ku fududayn doono